ايه؟ في حد واقف هنا ولا ايه؟ هو يا عم هو انت اعمى؟ ايه يا حبيبي ايوه اعمى. انت عايز تشتري حاجه ولا جاي منين انت؟ لا انا اللي بعتني عمو عصام عشان اشتغل معاك هنا. اه جاي عشان الشغل؟ اه. طب ماشي روح روق الثلاجات اللي هناك واخر النهار هقول لك هتشتغل ولا مش هتشتغل. ماشي يا عم. ماشي ماشي. اسمك ايه؟ مصطفى. مصطفى؟ اه. مالك يا عم داخل على عينيا هتفجع حالي؟ مالك اديك جنبك كده بالظبط يا عم؟ انت لامض ليه؟ على راي المثل لا تلعب مع الحبله ولا تخاف من خلفتها عشان الاثنين شبه بعض. فين ده؟ في حد واقف عند البضاعة ولا ايه؟ ايوه انا يا عم، وانا اللي بعتني عم عصام عشان اشتغل معاك هنا. عمك عصام؟ هو عم عصام ده باعت كام واحد؟ لا ده بعتني هنا. بص يا حبيبتي تفهم في البقالة طيب؟ ده انا بفهم فيها، ده انا بفهم فيها جدا. اصل انا يعني بعيد عنك انا اعمى ومحتاج حد يساعدني. لا هساعدك ما تخافش. وعلى رأي المثل هتشتغل لحد اخر الشهر هتقبض باليوميه. ماشي عادي مفيش مشكله. ماشي روحي بقى ايه روق الدنيا وظبط الكلام واخر اليوم هقول لك كنت هتشتغلي ولا لا. ماشي. في حد واقف جار التلاجة؟ في حد؟ مالي؟ طب ايه؟ طب ايه ده؟ مين فتح التلاجة؟ عم انا جاي تبع عم عصام. طب ما تابع عم عصام، انا من بدري عمال اقول في حد جار التلاجك من نعمه يعني. يا عم انا دوت جايب انا من بدري. لا على راي المثل طالما توتك جايب بالمسامح كريم. ايه هو الثلاجه بتتفتح ليه؟ انت بتشوف حاجه في الثلاجه؟ لا يا عم مش بشوف حاجه. تفهم في البقاله ولا ما تفهمش؟ اه يعني الحمد لله بعرف ارص البقاله كويس. بتعرف ايه راس ايه راس البقاله اللي انت تعرفها دي؟ يعني ارص التلاجه كويس. ترص يعني ترتب يعني. بعد اذنك يا عم لقدام شويه. لقدام امشي انا يعني واسيب لك البقاله لحالك يعني ولا ايه؟ لا انت كنت داس على رجلي. داس على رجلك؟ لا اله الا الله. بص يا حبيب هتشتغل مع اصحابك اللي بيشتغلوا هناك وفي اخر اليوم انا هحدد مين فيكو اللي ينفع للشغل. ماشي؟ مش هينفع اشغل ثلاثه انا عندي. ماشي ماشي يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكيد يا عبدو اختارني انا عشان رصيت البضاعه كلها. طبعا انتوا مستنيين اقول مين فيكم اللي هيشتغل معايا. ايه ده؟ هو انت مش اعمى؟ لا مش اعمى. وانتم ما شفتوش تربيه ولا واحد فيكم قد الثقه احط الفلوس قدامكم وتسرقوني. لا انا ما سرقتش حاجه. وكمان كذاب. انا عندي كاميرات مصوركم واحد واحد وهو بيسرق من دلوقتي وبتسرقوا. هما لما تكبروا هتعملوا ايه؟ هتبقوا نصابين كبار؟ تجيب الفلوس بعرق جبينك، ما تسرقش ولا تكذب، مش عارف تشتغل تستنى لما تكبر وتتوظف ورزقك هيجي لك من عند ربنا. انا ممكن اشغلكم بس اخد منكم وعد ان ده ما يتكررش تاني، ولو اتكرر معلش هسلمكم للحكومه.